السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. حاليا أنا موجود قدام المدينة الطبية قصاد العاصمة الإدارية الجديدة مشروطة. أنا موجود دلوقتي ده كده طريق السويس أهو قدام حضراتكم، ده طريق السويس قدام حضراتكم كده، هنا المينا الجاف، وده كده المدينة الطبية، أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط على مساحة 37 فدان. واللي قصادنا ده كده ده طريق الروبيكي، وصاد مننا على طول الحي المتميز في مدينة بدر، ده كده هايبر 1. على هنا في جامعة المفروض ان هو شغالين فيها حاليا في المكان اللي قدام حضراتكم ده كده، هنا في جامعة كده شغالين فيها. المدينة الطبية دي هتكون عبارة عن 19 مبنى على مساحة 137 فدان على طريق السويس مباشرة قصاد العاصمة الإدارية الجديدة، ده كده العاصمة الإدارية الجديدة، وده هنا كده المدينة الطبية كابيتال ميد. زي ما حضراتكم شايفين ده أول مبنى يتعمل في المدينة الطبية هنا. وده كده هايبر 1، وهنا في جامعة. طبعا مدينة نور في بعد طريق الدائرة الإقليم على طول مدينة نور في الناحية التانية.